يسأل أخونا ويقول: كيف أصلي إن لم أجد الماء للوضوء؟ وإذا صليت وقد تيممت ووجدت الماء، هل أعيد الصلاة؟ إذا كان الماء قريبا منك وترجو الحصول عليه، فإنه يجب عليك البحث عن الماء في الأماكن التي ترجو أن يوجد فيها وما يمكنك الوصول إليه من المواضع التي حوله. يجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلاله كما يقول أهل العلم. أما إذا غلب على ظنك أنك لا تستطيع الوصول إلى الماء وليس حولك ماء تستطيع الوصول إليه، فإنك تتيمم وتصلي وصلاتك صحيحة، لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. أما إذا تيممت وصليت ثم وجدت الماء قريبا منك، فإن كان هذا نتيجة إهمال منك وعدم طلب وعدم بحث، فإنك تعيد الصلاة، تتوضأ وتعيد الصلاة. أما إذا اجتهدت وبحثت وطلبت الماء ولم تعثر عليه ثم تيممت وصليت، صلاتك صحيحة. نعم.